السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم مع نجم حقق للسلطنة أول كأس في عالم كرة القدم. نجم كان صغير السن كبير العقل في الملعب والظروف كانت معه. اليوم من أفضل لاعبي العرب والعالم، إنه النجم يعقوب إسماعيل، لاعب المنتخب العماني السابق ونادي صحم الرياضي. بدايته كانت مع الفرق الأهلية في ولاية صحم. تخرج من مدرسة البراعم التي أقيمت في نادي صحم. تدرج في دوريات المراحل السنية بالنادي. شارك مع النادي في مرحلة الناشئين 3 بطولات، حقق فيها المركز الأول وكذلك الثاني على مستوى السلطنة 3 مرات. من ثم انتقل إلى فريق الشباب في النادي، ولكنه لم يحالفه الحظ بالفوز ببطولة معه. ثم الأولمبي وحقق المركز الأول على مستوى السلطنة. ومن ثم لعب للفريق الأول عام 1999. شارك مع المنتخب العماني وله ذكريات إلى الآن الجماهير العمانية تتذكرها وهي مخلدة في عقولها. في عام 1994 شارك في بطولة دولية ودية في قطر وقاد المنتخب بالفوز بهذه البطولة، حصل على لقب هداف البطولة. بعد ذلك شارك في تصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا في مسقط، وساهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات آسيا وحقق لقب الهداف في التصفيات. شوف كرة عرضية من محفوظ استقبلها ابو اسماعيل على طول، وهو نايم على الارض مصطد في حارس المرمى للمرمى. وحقق مع المنتخب الكأس، والتي تعتبر أول بطولة رسمية يفوز بها المنتخب العماني، وحصل الكابتن يعقوب على هداف البطولة وكان نجم البطولة بدون منافس، بما ظهر به النجم حتى أن الكثير من النقاد رشحته بأن يكون أفضل لاعب في آسيا. تأهل المنتخب إلى كأس العالم في مصر بعد الفوز بكأس آسيا، ولكن لو ما الظروف الصحية التي ظهرت لهذا النجم الخلوق عند بداية المونديال العالمي، كنا شاهدنا لاعب ثاني عماني يحصل على الحذاء الذهبي والكرة الذهبية. وبعد التشافي انضم نجمنا الخلوق إلى منتخب الشباب وشارك في تصفيات كأس العالم والتي أقيمت في صلالة، ثم المنتخب الأول وشارك في تصفيات كأس العالم التي أقيمت في مسقط. وفي عام 1996 حصل نجمنا الخلوق على أفضل رياضي في السلطنة كلاعب، وبعد ذلك الإصابة التي أنهت مشواره مع معشوقته كلاعب، ومن ثم أعلن اعتزال الكرة واتجه إلى التدريب. بدأ التدريب في عام 2006 مع نادي صحم، وصعد بالفريق إلى دوري الدرجة الأولى وفاز بلقب أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية. ساهم في حصول نادي على كأس جلالة السلطان المعظم، وكذلك قاد فريق نادي صحم في البطولة الآسيوية وقدم مستويات جيدة. كذلك عمل مساعدا لمدرب نادي الشباب، وهو حاليا مشرف عام على مدرسة المستقبل الكروية في صحم. نجم كان يحلم بالكثير وهو صغير ليصل بمنتخب بلاده إلى العالمية، ولكن قدر الله ما شاء فعل. سيظل هذا النجم في ذاكرة الأجيال لأن أول لاعب عماني يهدي بلاد عمان كأس قارية. انتهت حلقتنا اليوم، نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.